يطبقون القانون، لكن للأسف يجدون أنفسهم عرضة للإجراءات التأديبية والتعسفية. لا ننفخ في صور هؤلاء، ولكن كما قلنا نوعية الخدمات وقيمتها التي قدموها للبلاد في ظرف دقيق، تونس في حاجة والمؤسسة الأمنية بصفة عامة إلى خيرة كفاءاتها سواء كانوا أعوانا أو إطارات ظهري. المؤسسة الأمنية قاعدة تنزف، وهناك محاولة لإفراغ المؤسسة الأمنية في هذا الوقت الدقيق. نحن نتساءل ونستغرب في نفس الوقت، لأنه كيف تشوف أنت سي كمال ويا بتحيل اعتقاد هجومي أو عودة ماكينة العزل بقوة في صفوف أو الأمن، هذه راهو حاجة خطيرة برشا. وقت اللي نشوف أن التاريخ أثبت أنه أعوان الأمن كانوا عرضة وصاروا ولا زالوا عرضة للاستقطاب من طرف الجماعات الإرهابية المتشددة. نحن نحذر من مغبة الانسياب في مواصلة يعني نزيف العزل والإحالة على التقاعد الوجوبي، لأن اليوم البلاد في حاجة إلى كفاءتها. لكننا كذلك ضد كل شخص تخول له نفسه أو تسول له نفسه التعدي على سلطة القانون أو على الحرية العامة والخاصة. على الأمنيين أن يعتبروا من درس الأمس القريب وأن يتعظوا من جراح اليوم، لأنه كما نشوف وزرة النظام السابق قاعدين يرجعوا للساحة السياسية، وأعوان الأمن فقط هم من يركنون وراء القضبان يدفعون ضريبة الثورة. تقريبا هذا درس كبير برشا للأمنيين، يزم يفهموا شنو معناها الالتفافة الشعبية الحاصلة اليوم والمسجلة حول المؤسسة الأمنية. بالنسبة للحملات هذه حاجة مش جديدة، اليوم نقابات الأمن أثبتت للتاريخ أنه لا تتكلم من فراغ وليست تتكلم من أي منطلق يعني سياسي أو من منطلق أي أجندة حزبية، وهذا اتهمنا به سابقا في أكثر من مرة. أثبتت النقابات الأمنية من خلال الوقائع التي أكدت أن الإرهاب ليس رياضة تمارس في الجبال كما سوقت له عديد الأطراف يومها، أن النقابين الأمنيين يتكلمون من منطلق واعز وطني وأجندة وطنية بامتياز. كذلك احنا شفنا حتى في الندوة الأخيرة بتاعنا أنه قدمنا مراسلة تقريبا مضى عليها ما يقارب شهرين ونص للسيد وزير الداخلية، وهذا كان في بمثابة عبرنا عليه وكنا بمثابة الخطوة الاستباقية، لأنه ما نحبوش فيما بعد يطلوا علينا أي مسؤول، مع احترام لكل المسؤولين، يطلوا علينا بطلته النهائية ويقول أن الجمعية أو غير الجمعية والنقابة قاعدة تعمل في عمل سياسي. احنا معناه نسلك جميع التراتيب الإدارية المتعارف عليها والمعمول بها، لكن إذا لم نجد الأذان الصاغية وأصلحت الأبواب في وجوهنا، نحن نصبح مطالبين للأمانة التاريخية بضرورة مصالحة الرأي العام التونسي بما يحدث. وما على هذه الأطراف التي تسارع إلى اتهام النقابين الأمنيين أو النشطاء الجمعيتيين وغيره إلا أن تقدم الدليل والحجة والبرهان، وإلا فإن الحجة والبينة على من ادعى. مش حتى ردة فعل تقريبا لوزارة الداخلية إزاء الندوة الصحفية باستثناء تصريح ورد على لسان الناطق الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني الذي فند وكذب جملة وتفصيلا معطى فقط من مجموعة معطيات ومجموعة نقاط هامة، فند النقطة التي تتعلق بشخصية متحزبة شخصية مدنية. كنا أشرنا إلى أنه هناك شخصية مدنية، وأكد جيدا أن إشارتنا كانت على لسان، كنا أنه على لسان نقيب بالحرس الوطني سجل تداخل شخصية مدنية في يعني التركيز الأمني الحدودي للحرس الوطني. السيد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني نحترموه يعني أطلع لينا وفند جملة تفصيلا من هذه النقطة، ونعتبر أنه عدم تكذيب الندوة أو تفنيدها أو تقديم الحجة أو بديل الحجة، لأنه ندوتنا كانت من منطلق حجاج وبراهين. تقريبا نعتبر أنه جميع ما ورد على لساننا وما قدمناه وما نملك الدلائل عليه هو يعني أشياء ومعطيات ثابتة ويقينية وصحيحة لا يلقى لها الشك. ولذلك وعليه نحن طلبنا في أحد التصريح الإعلامية أن تحدد المسؤوليات، وكنا بودنا أن يجيبنا ناطق رسمي لإدارة الحرس الوطني لماذا تم إحالة خيرة كفاءتنا الأمنية ألا وهو العقيد كمال وهيبي على التقاعد الوجوبي، وهو الذي اكتشف لأشهر قبل اندلاع أحداث الشعبي لمخزن سلاح ظل تقريبا مبهم ولم يقع التطرق إليه من خلال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع. والله احنا طلبنا فتح بحث، وعادة ما نشوف احنا النيابة العمومية تتحرك اثر عديد من الندوات الصحفية ويتم فتح الابحاث. بالنسبة لنا احنا في الندوة مسار، كما قلنا قدمنا المعطيات الثابتة. طبيعي احنا ما دام ما تفتحلش بحث معناها
ندوتنا احنا ناكد اليوم على قانونيتها. نعم. لكن بالنسبه قلنا انه سنواصل جمع القرائن والادله والاثباتات ذات الصله بملف الارهاب، وسنقوم كجمعيه امنيه حقوقيه بحق التقاضي ضد كل من مهد من ساهم ومن يعني اوصل المؤسسه الامنيه الى مرحله الضعف التي هي عليه اليوم من اختراقات ومن تعيينات مشبوهه وغيره، وذلك من باب وفائنا لدماء الذين سقطوا والذين جرحوا في الاحداث الارهابيه، وكذلك من باب تحديد المسؤوليه الاخلاقيه والقانونيه في هذا السياق.